السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع اليوم الحديث عن مجموعة من المركبات من المنتجات الموجودة في الماركت. حنحكي عن الجيرومير، حنحكي عن الأورموسيرز، حنحكي عن السمارت كومبوزيت، عن البيو أكتيف كومبوزيت، حنحكي أيضا عن بعض الإضافات اللي كانت الهدف منها تحسين خواص، إما تقليل التقلص التصلبي أو إتاحة الفرصة لأنه نحن نعمل لايت كيورينج على طبقات حشوات الكومبوزيت لعمل تصليب أعمق لحشوات الكومبوزيت، ومحاولة تحسين خواص الكومبوزيت لحتى تكون مقاومة للتسوس، مقاومة للبكتيريا، وتملك بعض الخواص الأفضل على مستوى الأداء السريري. خلونا نبدأ. في البداية أتمنى دعم القناة من خلال اللايك والاشتراك والمشاركة. أيضا يسرني تواصلكم معي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لأي تواصل أو استفسار أو اقتراح. ايضا من انواع الكومبوزيت المحسن او المطور واللي ادخلت عليه تعديلات عندنا الجيومير. كنت حكيت عنه لما حكيت عن الجلاس اينومر، وعباره عن جلاس اينومر معدل اسهل تلميع عن الجلاس اينومر واكثر جمال، يستخدم كفيلينج او كارستريشن لكل الاصناف، وهذا اللي بيميزه عن الكومبومير وبيكون مثالي الحقيقه بحالات تاكل الاعناق. ممكن ايضا يستخدم في اصلاح الكسور البورسلين، ممكن استخدامه لدى الاطفال، ممكن استخدامه كبيلد اب كفينير. طبعا الفرق بينه وبين الجلاس انه هون الجلاس ان اورجانيك هو الومنيوم سيليكا بري كيورد، متفاعل مسبقا ضمن ما يدعى بتقنيه البي ار جي، وهذا اللي بيخليه يختلف عن الكومبومير اللي بيكون الرياكشن عباره عن اسيد بيس او حمض اساس تم مسبقا في الجيومير. من اشهر الانواع عليه الشركه تشوفه كانت عملت البيوتيفول فلو، البيوتيفول 2، والبيوتيفول اف ال بوند. فهو الحقيقة بدنا نعتبره كلاس اينومر معدل أكثر ما أنه نعتبره كومبوزيت معدل. باختصار يعني هو فينا نعتبره عبارة عن كلاس اينومر وكومبوزيت، مركبين هجينين معمولين سوا مع بعض. الجيومير طبعا محرر للفلورايد مثل الكلاس اينومر، وجميل وقابل للتلميع وقوي مثل الكومبوزيت، لذلك ممكن استخدامه مع الكلاس 2، مع الكلاس 3، مع الكلاس 4، ممكن استخدامه حتى كلامينة فينير، ككور بيلد اب، كبيدودونتيك ريستوريشن. مثل ما قلنا الجيومير فاميلي تبع شركة شوفو بتتكون من البيوتيفول 2 والاف ال بوند 2، البيوتيفول فلو والبيوتيفول اوبيكر. مبدأ التفاعل بالجيومير هو الكامفور كينون. على المستوى القساوة، قساوة الجيومير هو هي أقل من الكومبوزيت. شركة شوفو طبعا ابتكرت هذا النوع، بيحرر طبعا 6 شوارد فلور سترونتيوم وصوديوم ألمنيوم سيليكات وبورات، بيتميز بتوافقه الحيوي، ممكن استخدامه حتى مع الحشوات اللي بتكون على مستوى اللثة، بدل ما نحن كنا نعمل نوع من الرفع بالجلاس وبعدين نعمل كومبوزيت. دراسة بالـ Journal of Conservative Dentistry بالـ 2011 الـ EOC إتقال دراسة كانت فحصت جيومير على المستوى السريري من خلال مقارنتها بالجلاس أينومر الموديفايد جلاس أينومر على مستوى الجلاس 5 سيرفايكال ليجن اللي ما بتكون متصاحبة بالنخر. كانت أهم دلت على الدراسة النعومة السطح العالية والجمالية والبوندينج اللي كان أقوى منه مع الجلاس أينومر، بالتالي هو مفيد معها حتى مع المرضى اللي بيكون عندهم معدل عالي لنكس النخر. نوع آخر من أنواع التحسينات اللي ظهرت في الكومبوزيت من 1994، دكتور هيربرت كان بدأ تجارب سريرية على الخزف المعدل عضويا. الأورموسير هو كوبولمير عضوي وغير عضوي، يعني الكوبولمير فيه بيكون نوعين وليس فقط بتكريلات. العضوي هو بتكريلات مثل ما بنعرف على الكومبوزيت، وغير العضوي هو البوليسيلوكسان. فصار في عندي نوع من الـ 3D linking كوبولمير أو كروس لينك كوبوليمر. فالوجود البوليمر غير العضوي اللي هو البوليسيلوكسان قلل من الريزين مركب العضوي بتكريلات، وبالتالي هذا أدى لتقليل التقلص التصلبي. ممكن اعتبره أنه نوع من أنواع الخزف المعدل عضويا. الفيلر فيه بيكون بجزيئات تقريبا 1 لـ 1.5 ميكرون صغيرة بحدود 77% وزن. الفرق الرئيسي عن فيها أنه القالب فيه بوليسيلوكسان خزفي فأدى لتقليل التقلص التصلبي. بتميز طبعا هذا النوع بأنه قوي وتجميلي. مثل ما أنا شايفين المكونات العضوية والفيلر الجلاس الخواص اللي بنعرفها، بالإضافة للسيليكون وما يقدمه من مرونة وطاقة سطح تؤدي لربط أفضل ونفوذية تجاه الغازات، فبالتالي تحرر للجهود. من أشهر الأنواع عليه في السوق الأدميرة من فوكو بأشكالها المختلفة. فأهم شيء أعطانا يا الأورموسير هو تقليل التقلص التصلبي بشكل كبير. ننتقل الآن للحديث عن التحسينات في الكومبوزيت والأشكال السريرية اللي تواجدت في السوق
لتعكس الرغبة بأنه نحن نحصل على كومبوزيت مقاوم للتسوس بيشابه سلوك الجلاس أينومر المحرر للفلورايد. طبعا هناك العديد الحقيقة من التجارب اللي جرت في هذا الإطار. هوكينز بال2007 كان استخدم جلاس فيلر قلوي داخل بنية الكومبوزيت وكالسيوم فوسفات وقواها بالنانو فيلر، وادعى وقتها انه صار في عندي كومبوزيت نانو قوي تجميلي ومحرر الفلورايد، وتنبأ وقتها بانه هذا ممكن يقلل من السكندري كاريز. ايضا بالنسبه للانتليجنت كومبوزايت كان في محاولات لانه نعمل نوع من البوليمر الاكتيف بوليمر اللي بيكون فيه ماده الفوسفات الكالسيوم عديمه الشكل او الامورفوس كالسيوم فوسفات اي سي بي، وانه يكون مرافق للجلاس فيلر القلوي. فصار في عندي مثل نوع من البيست اللي فيه فلور باريوم والومنيوم، فصار ممكن عندي مركب ممكن انه نعتبره مقاوم للنخر. إيفو كلار بال98 عملت الأريستون اللي كان بيتميز بأنه بيحرر الفلورايد لما بيحصل عندي أي انخفاض في البي اتش داخل الفم. بال2007 بدأوا يضيفوا كالسيوم ثنائي الفوسفات بحجم نانو، يعني كان نانو فيلر مقوى بحدود 25 ل 100 ميكرون جزيئ، وكمان ادعوا بأنه هاي المادة بتحرر الشوارد عند أي انخفاض في البي اتش. من أشهر كمان المنتجات في السوق وعندنا الكاريزما من كولزر، يعتبر نوع من أنواع السمارت كومبوزايت. فالكومبوزيت الذكي هو نوع من أنواع البوليمرات النشطة اللي بتحوي البايو أكتيف أمورفوس كالسيوم فوسفات الإي سي بي كفيلر، بيؤدي لأنه نحن يعمل لي نوع من تحرير الشوارد أثناء انخفاض البي اتش، ممكن يكون واعد في مجال تقليل أو تثبيط حدوث نخر ثانوي أو سكندري كاريز. من أنواع أيضا التطورات والتحسينات اللي جرت على الكومبوزيت، المنتج اللي أعتقد جميعنا استخدمه من 3M اللي هو السايلورين. والسايلورين هو عبارة عن مزيج من السيلوكسان اللي شفناه نحن كيف كان له فائدة خاصة بتقليل التقلص التصلبي ومن خلال إقحامه كبوليمر غير عضوي في الأورموسيرز، ومركب الأكسيرينز اللي هي معروفة بتقلص التصلبي الأقل والاستقرار. فبالتالي مع هذا الدمج أدى لأنه نحن نحصل على كومبوزيت بتقلص تصلبي أقل وتفاعل مفتوح الحلقة. كنت ذكرت لما حكيت عن التحسينات اللي عم تجرى على الطريق على الكومبوزيت، فراتج الأوكسيرين بتميز بتفاعل تبلمر مفتوح الحلقة، فبالتالي بيعطي مسافة أكبر لأنه يصير في عندي تحرير الجهود وتعويض التقلص عند تحرك المونومرات نحو بعضها لما يحصل نوع الكيوري. يعني التقارب السلاسل بيصير بسلسلة خطية وليس بالشكل التقليدي الحلقي. يتطلب طبعا هذا النوع تخريش وبوند، لكن لازم نعرف انه نظام الالصاق فيه بيبقى خاص لانه هو ماله ميتاكريلات. ما يميز هذا المركب هو تقليل امتصاصه للماء وبالتالي مقاومته للتلون. من أشهر الأمثلة عليه اللي استخدمناها بالسوق هو الـ B90 من 3M يلي بتطلب نظام لاصق خاص لأنه هو الحقيقة ماله كومبوزيت ميتاكريليت، وبيعتبر تقريبا هو أقل منتجات الكومبوزيت الموجودة في السوق كشرينكيج، وتميز بتفاعله المفتوح الحلقة. فحتى يعني كانت تسمى شرينك فري كومبوزايت هاي النوعية من الكومبوزيت اللي هي السايلورينز بسبب تقلصات الصلب القليل، لكن كانت تحمل طبعا بعض الاعتبارات السلبية مثل اللون، فكانت تنفع أكثر مع الأسنان الخلفية. مثل ما أننا شايفين السيلوكسان والأوكسيرين تفاعلهم بيؤدي لأنه يصير في عندي تفاعل مفتوح الحلقة. لما يصير في عندي تفاعل تصلبي هاي السلاسل تملك مرونة لأنه تتقارب مع بعضها من دون ما يحدث الشرينكيج اللي بنعرفه مع الميتاكريلات. من أنواع التحسينات أيضا اللي طرقت على الكومبوزيت نحكي عن السينشين إن. والسينشين إن من إيفوكلار هو عبارة عن ريزين ماتريكس يوديما نعمل بطريقة البودرة والسائل، هو بينتمي لزمرة تدعى بالألكاسايتس. ميزته أو هو مختلف الحقيقة عن أنواع الكومبوزيت اللي بنعرفها أنه هو بودرة وسائل بينمزجوا بيعطيني كومبوزايت ذاتي تصلب سيلف كيور وأيضا لايت كيور. بيتميز بأنه هو بيحرر شوارد الماءات الـ OH الحرة لما بتكون بتواجد بأي وسط حمضي، فبالتالي بيعمل نوع من التعديل الذاتي للحموضة، ففينا نعتبر أنه هو نوع من أنواع الحشوات المضادة للنخر، بيؤدي لتحرير الفلورايد وبالتالي مقاومة التسوس. الشركة مو بس بتدعي انه الكومبوزيت يملك هاي الخصائص، هي بتدعي انه ما في داعي معه للاصق،
وانه هو قوي ممكن استخدامه بكل اصناف الكومبوزيت وبيعاني من تقلص تصلبي قليل جدا. وفي سياق الحشوات المضاده للتسوس لابد الحقيقه انه نحكي عن الجهود اللي انعملت في سياق الحصول على حشوات مضاده للبكتيريا. نحن حكينا عن السمارت كومبوزايت اللي بتعلق بالايكو النظام القلوي الحمض الموجود في اللعاب واللي بيتحرر وبيتحفز خواصه مضاده للنخر حسب وسط الفم. لكن كان هناك سعي لتطوير حشوات هي بحد ذاتها أنتي بكتيريال بمعزل عن التأثر بالبي اتش أو الفعل الكيميائي المضاد للنخر. نحن عم نحكي عن فعل حيوي مباشر. كان هناك عدة محاولات بدأت مع الكلورهيكزيدين أضافوه، لكن المحاولة فشلت بسبب التأثير السمي للمواد المتحررة، وأيضا ادعوا أنه عم يعمل نوع من تغير الإيكو للبكتيريا الموجودة في النظام البيئي أو الإيكولوجي للبكتيريا، وأيضا أنه المادة عمرها قصير وتأثر الخواص الميكانيكية للكومبوزيت بسبب الكلوركزيدين. بعد هيك أضيفت الفضة كفعل مضاد للبكتيريا كشوارد أو كإنفلتريشن ضمن الفيلر نفسه ضمن شبكة الفيلر. أيضا كان هناك محاولات، لكن مشكلة السيلفر كان هو تأثر الخصائص البصرية. أيضا كان هناك محاولات لإضافة النانو بارتيكلز من الأكسيد الزنك 10% لسه المحاولة ما نجحت على المدى الطويل. بال 1994 كان في محاولة بمحاولة جعل الكومبوزيت مضاد بكتيري عن طريق إدخال مونومر خاص اللي هو الام دي بي بي بخواص مضادة للبكتيريا. الام دي بي بي هو الميتا كريلول أكسيدي سيلبريدينيوم بروميد. وجدوا أنه فعالي بس مع نوع محدد من البكتيريا اللي هي الأكتونومايسز. بعد هيك دخل الكيتوسان. الكيتوسان طبعا هو عبارة عن بوليمر متحلل ذاتيا يعتبر مضاد أكسدي ومضاد بكتيري متوافق حيويا وما بيسبب أي رد فعل مناعي أو أي انفليميشن أو انفكشن. جذبت انتباه شركات الأدوية من زمان الحقيقة. بيستخلصوه، هو عبارة عن سكر بيستخلصوه من قواقع البحريات مثل سرطان البحر، جراد البحر والجمبري. بسبب خواصه اللي فيه بيستخدم على نطاق واسع حتى دوائيا. هنشوف على مستوى نحن شغلنا في طب الأسنان بيستخدم في معالجة البوكيتس، في تغطية الإملانتس، في عمليات إعادة التمعدن للإنامل، في تعديل الجي آي سي كنا حكينا عن هذا الأمر، في تغطية البالب، في البالب كابينج يعني في سياق إصابات الميوكوزا الميمبران تحت الدينتشرز، وأيضا في التوث بيست. فمن هون إجت الفكرة باستخدامه داخل الكومبوزيت. كان في هناك محاولات الحقيقة، والشيء الجيد هو أنه الدراسات لم تثبت تأثر الخواص الفيزيائية للكومبوزيت. بحاجة طبعا الموضوع لدراسات أكثر لحتى نشوفه على في السوق بشكل أوسع. وفي سياقة التحسينات اللي هي عم تستهدف التوافق الحيوي، لما حكينا عن أهم العيوب على مستوى الكومبوزيت اللي عم نحاول نعالجها، شفنا تحسينات على مستوى التقلص التصلبي، على مستوى الوقاية من النخر، على مستوى قليل تحرر الجهود ومستوى قوة الكومبوزيت. أيضا كان هناك سعي لأنه نحن نمتلك كومبوزيت متوافق حيويا. كان هناك محاولات أولا عن طريق إضافة الأمورفوس كالسيوم فوسفات الACB اللي أعطاني كومبوزيت عنده قدرة على أنه يعمل إعادة تمعدن تشكيل هيدروكسي أباتايت متوافق حيويا بحر التحرير الفوسفات والكالسيوم. تحسين استهدف إضافة إذن الACB للبيس جاما أو التيد جاما حسب الكومبوزيت، وكان في طبعا إضافة للهمة. فطلع نوع من أنواع النظائر البيس جاما المفلورة يلي مثل الزيركونيل ميتاكريلات، يلي بتدعي الشركة انه هي بتحرر فلورايد وانه هي متوافقة حيويا، تعطي امكانية لإعادة تمعدن السن، فهي فعالة في تحرير شوارد كالسيوم الفلور، وانه المونومرز فيها كانت نوع من انواع الليكويد كريستال. وهي الحقيقة الليكويد كريستال بشكل عام تقنية واعدة وفي مجال تطوير الكومبوزايت في طب الاسنان، وحنحكي ممكن كإشارة عن هذا الأمر في نهاية المحاضرة. أيضا كان هناك محاولات باستخدام أو إضافة الهيدروكسي أباتايت كفيلر داعم، سواء كارتيفيشيال كان بيملك قساوة مقاربة للسن، وأنه صار في عندي قدرة أو بوليشابليتي عالية وتقنية غير مكلفة وبيعطيني كومبوزيت متوافق حيويا. طبعا الفلورايد مثل ما شفنا خلال سواء الجومير أو الكومبومير، كان هناك محاولات لجعل الكومبوزيت محرر للفلورايد من دون الحاجة لإضافة الأساس الزجاجي. وضعوا كوبليمير 200 ميتاكريلات فلورايد بيتاكريلويل، والدراسات أثبتت أنه تحرير الفلورايد مع هذا النوع
استمر حتى سنتين، استخدموه بشكل خاص كسيلنت في مواد سد الشقوق، وطبعا التجارب لا تزال مستمرة لتحسين هذه الخواص على زمن أطول. بهذا الشكل تنتهي محاضرة اليوم، أتمنى أن المحاضرة كانت مفيدة. نتابع إن شاء الله في المحاضرات القادمة الحديث عن تطورات حشوات الكومبوزيت، وأيضا نبدأ قريبا إن شاء الله الحديث عن الخطوات السريرية اللي تفيدنا في الممارسة العملية مع حشوات الكومبوزيت. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.